نرى إذا كان بإمكاننا تعلم شيء عن تفاعلات SN2 reactions، وسنرى الكثير من هذه في الكيمياء العضوية. وهذا يبدو كمصطلح خيالي، لكن هو يرمز ل أو الأس ترمز لل substitution، استبدال substitution، الأن ترمز لنيوكليوفيليك وتعني محب النواة، نيوكليوفيليك. ومن ثم تو، وربما هذه هي الجزء الأقل وضوحا في اس ان 2، هي جاءت من حقيقة أن خطوة تحديد سرعة التفاعل أو معدل التفاعل يشمل كلا المتفاعلات، وسأبين لكم ماذا نعني، وفي الواقع ستكون أوضح عندما نقارنها مع تفاعلات اس ان 1. إذا لنبين تفاعل اس ان 2، لنقل أن لدينا بروموميثان وسنرسمه بشكل ثلاثي الأبعاد. لدينا الهيدروجين يتجه للخارج، وربما أن البروم هو هنا، ومن ثم لدينا هيدروجين آخر في الخلف، ومن ثم لدينا هيدروجين يخرج للأعلى بهذا الشكل. وهنا الرسم بشكل ثلاثي الأبعاد لا يهم كثيرا. هذا ليس كربون كايرالي، ليس كربون كايرالي، ولا يوجد كايرالية هنا، لكن في المستقبل سنفكر في الكربونات الكايرالية وماذا قد يحدث لهم عندما يخضعوا لتفاعلات SN2. إذا لدينا برومو ميثان هنا، ولنقل أنه لدينا أيضا بعض الهيدروكسيد في محلول معه. إذا هذا هيدروكسيد، هذا أكسجين، لديه 7 إلكترونات تكافؤ. يمكن تخيل الطريقة التي نحصل بها على الهيدروكسيد، وهي إذا بدأنا مع ماء وهو يبدو هكذا. وربما هناك جزيء ماء آخر في مكان آخر، وسيبدو هكذا. وربما في خطوة واحدة هذا الماء هنا يأخذ إلكترون الهيدروجين. تذكروا هناك شحنة موجبة جزئية على الهيدروجين وشحنة سالبة جزئية على الأكسجين. إذا ربما يعطي الأكسجين واحد من إلكتروناته للهيدروجين، والذي سيكون بالنهاية مع شحنة موجبة، سيكون لدينا كاتيون الهيدرونيوم. ومن ثم هذا الإلكترون يستعيد الإلكترون الإضافي من الهيدروجين. إذا الآن سيكون للأكسجين 7 إلكترونات تكافؤ، سيكون لديه هذا الإلكترون. هذا كان عند نهاية الرابطة مع الإلكترون الذي يستعيده، ومن ثم هذا 2 3 4 5 6 7، إذا سيكون لديه 1 2 3 4 5 6 7 إلكترونات تكافؤ. ومن ثم سيكون لديه شحنة سالبة، هو محايد عندما يكون في الماء، عندما يأخذ الإلكترون الإضافي سيكون لديه شحنة سالبة. يمكن التخيل هذا في محلول مع الماء، بحيث أن الماء هو المذيب. إذا لنضع شحنة سالبة هنا، يمكن كتابة سالب 1 إذا أردنا في هذا التفاعل، وحتى نعلم ما يجري، جزيء الهيدروكسيد هذا أو أنيون الهيدروكسيد هذا هو محب للنواة، نيوكليوفايل. وأفضل طريقة للتفكير في محب النواة هذا هي أنه يحب أنويات الذرات الأخرى، يحبها لأن النواة هي موجبة، وهو لديه إلكترونات إضافية. في هذه الحالة الأكسجين لديه شحنة سالبة، إذن هو سينجذب لنواة، ما نواة الذرة هي موجبة، لذلك إنه ينجذب مع إلكتروناته. فايل هي ليست كلمة يونانية، لكنها تعني أن تنجذب أو تحب شيء. إذن هو يحب الأنوية. وإذا أردنا مقارنته مع الأحماض أو القلويات، سنصنف هذا بالواقع على أنه قاعدة لويس، شيء يعطي إلكترونات، لكن لن نخوض في هذا الآن. هذا محب النواة، هو منجذب للنواة إلى الأشياء الموجبة، يريد أن يعطي إلكترونات. الآن ماذا سيحدث هو أن هذا سيعطي إلكترونات إلى هذا الكربون. هذا الكربون سيقول لدي إلكترون، سأعطي الإلكترون لأحد آخر والذي من المحتمل يريده بشدة. وفي هذه الحالة سيكون البروم، لأنه شاهدناها عدة مرات أن البروم هو
هو كهروسلبي جدا، لقد بدأ أصلا باحتضان أو احتكار الإلكترون، وسيحب أن يأخذ الإلكترون بأكمله. إذا لنبين التفاعل، سيحدث هذا بشكل سريع، أو في الواقع سيحدث هنا هذا بطريقة سريعة، رسمته لأنه تفاعل خطوة واحدة. إذا سيكون لدينا واحد من هذه الإلكترونات هنا، إذا سيكون لدينا واحد من هذه الإلكترونات هنا، ستهاجم الكربون، أو لا يجب القول تهاجم، يبدو هذا عدواني بعض الشيء، ستمنح إلكترون إلى الكربون، ومن ثم الكربون سيقول لقد حصلت على إلكترون من هذا الاتجاه. إذا سيكون لديه في الواقع شحنة موجبة على هذا الطرف، لأن البروم يحتضن بعض الإلكترونات، إذا ستنجذب لبعضها البعض، ستصطدم ببعضها البعض بطريقة صحيحة، إذا بطريقة صحيحة، من ثم عند الوقت نفسه بالضبط، هذا يجب أن يحدث نوعا ما بنفس الوقت، وعند الوقت نفسه بالضبط هذا الإلكترون الذي يجلس في نهاية الرابطة سيذهب إلى البروم، سيذهب إلى البروم. إذا كيف سيبدو عندما هذا التفاعل يحدث؟ يكون قد حدث فعلا. إذا هو تفاعل بخطوة واحدة، إذا لدينا الكربون، لدينا الهيدروجين يشير للأعلى، الآن سألون الرمز هنا بحيث يصبح مثير للاهتمام. إذا لدينا هذا الهيدروجين وهذا يخرج من الشاشة، يخرج من الشاشة، ما يزال خارج مستقيما من الشاشة، سأرسمه لأسفل اليمين، لأن هذا الهيدروكسيد سيكون في الخلف، وهذا البرام الذي نسميه المجموعة المغادرة، أو في الواقع سيكون أنيون البرام، حالما يغادر هذا سيغادر من اليمين، هذا يهاجم من اليسار، وهذا يغادر من اليمين من جوانب مختلفة. إذا هذا الهيدروجين يشير للخارج، والهيدروجين في الخلف، حسنا نعلم هو في الخلف، لذا سأرسمه في الخلف بهذا الشكل، بهذا الشكل. والآن هذا الهيدروكسيد سوف يكون متصل مع الكربون، متصل مع الكربون، إذا هذا الكربون يحصل على واحد من هذه الإلكترونات، وهو مترابط الآن مع الأكسجين، لنرسم الأكسجين، إذا لدينا الأكسجين، لنرى أفضل طريقة يمكن القيام بها، إذا لدينا الأكسجين هنا مترابط مع الهيدروجين، ولنرسم إلكترونات التكافؤ له، إذا لديه 1، 2، 3، 4، 5، 6، ومن ثم لديه إلكترون سابع، لكنه قد تخلى عنه. إذا الإلكترون السابع سيرتبط مع هذا، كان زوج هنا من قبل، سأوضحه أكثر بالألوان. هذا الإلكترون هناك هو هذا الإلكترون، لكن كان أصلا زوج من هذا الأكسجين، منحه إلى الكربون، شكل رابطة تساهمية هنا. إذا الآن لدينا OH مجموعة الهيدروكسيد، هذه خارجة من الكربون هنا، والآن البروم لدينا مجموعة مشحونة بالسالب هنا. الآن ما رسمته إلى الآن كل شيء متعادل، إذا شيء سيكون البروم لأنه سيحصل على الإلكترون، إذا سيكون سالب. إذا الآن البروم، إذا أردت رسم غلاف التكافؤ للبروم قبل أن يكون لديه 7 إلكترونات، إذا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، الآن بما أنه أخذ ذلك الإلكترون من الكربون سيكون لديه 8، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، إذا هذا الإلكترون هنا عندما يذهب للبروم سيكون هنا، وسيكون لدينا شحنة سالبة عليه. إذا هنا في هذه الحالة فقط لنتأكد، هذا محب النواة نيوكليوفايل، البروم هنا وهو يسمى المجموعة المغادرة، leaving group، ومن ثم الكربون وهو الشيء الذي يتفاعل والذي يتم عند الاستبدال، حيث يغادر البروم ويحل محله الهيدروكسيد، هذا يسمى الركيزة. إذا يمكن رسمه بهذا الشكل، هذا يسمى الركيزة، هذا هو الركيزة هنا، substitute، والسبب substitute، لكن يمكن التخيل انه حالما نتعامل مع الكربونات الكيراليه، عندما نخضع لتفاعل SN2 كهذا، فان الكيراليه سوف تتغير،
إذا سأترككم هنا، هذا يعطيكم شيء التفكير به، تفاعلات S and 2، ومن ثم في الفيديو التالي سنفكر قليلا في S and 1. وقبل أن أترككم تركتكم معلقين عند 2، قلت أن هذا يسمى استبدال substitution. شاهدنا أن البروم قد تم استبداله بواسطة الهيدروكسيد، وهو محب للنواة، وهو خاص بالهيدروكسيد والذي يحب الأنوية. ومن ثم قلت أن هذا متعلق بمعدل التفاعل، خطوة التفاعل المتعلقة بكلا المتفاعلين، وهنا قد لا تكون واضحة تماما، لكن خطوة تحديد التفاعل كانت في الواقع ما يحدث هنا. وإذا رسمته بشكل خطوة بسيطة، في الواقع يمكن رسمه كخطوة بسيطة هنا، سأقوم بنسخ ولصق هذا. يمكن في الواقع رسم خطوة بسيطة. إذا سأنسخ الطرف الآخر، سأنسخ هذا، نسخ ولصق. كل هذا يحدث في خطوة واحدة، لكن إذا أردتم أن تبينوا ما الذي يحدث في المنتصف بالنسبة لكمية صغيرة من الزمن، بالنسبة لكمية صغيرة من الزمن، لدينا هذه المرحلة الانتقالية حيث الكربون سيكون لديه رابطة جزئية، لذا لديه هذا الهيدروجين بالأزرق، وسأرسم هذا الهيدروجين الخارج باللون الأزرق، ولديه هيدروجين آخر خلفه، سأرسمه مباشرة خلفه. ومن ثم بالنسبة للجزء بسيط من الزمن سيكون مرتبط مع البروم، سأرسمه بخط نقطي مترابط مع البروم الذي لديه الآن شحنة سالبة جزئية لأنه حصل على الإلكترون، وأيضا مترابط مع الهيدروكسيد والذي مترابط مع الهيدروكسيد والذي أيضا لديه شحنة سالبة جزئية. يمكن تخيل أن هذه الشحنة السالبة الآن تنقسم بين الاثنان، هذه المرحلة الانتقالية، ولتمييز المرحلة الانتقالية نضع أقواس حولها ونكتب هذا الرمز الصغير أعلى هنا. هذا يدلنا أن هذه مرحلة انتقالية، هذه ليست مرحلة مستقرة، ليست مرحلة مستقرة، هذا شيء نمر به، هذا تفاعل SN2، لأن المرحلة الانتقالية هي في الواقع ما يحدد معدل التفاعل. هذه المرحلة الأعلى طاقة من هذا التفاعل. هذا ما سوف يحدد معدل التفاعل. وفي المرحلة الانتقالية هذه خطوة تحديد معدل التفاعل، لدينا فيها هنا كل المتفاعلات، لدينا الهيدروكسيد هنا، وأيضا لدينا البروميثان الذي بدأنا به. إذا لدينا كلا المتفاعلين، لهذا نسمي التفاعل SN2. نراكم.